الاستزراع السمكي مربح للغاية إذا تم بشكل صحيح، ولكن عندما يظهر أمراض للأسماك غالباً ما يتم استخدام الأدوية لجعل الأسماك أفضل. بعض هذه الأدوية تسمى المضادات الحيوية، من الممكن أن تكون جيدة في علاج المرض، ولكن من المهم جداً أن تستخدم بعناية. فما هي المضادات الحيوية؟ هي الأدوية التي تقتل البكتيريا، فالبكتيريا كائنات صغيرة جداً لدرجة أننا لا نستطيع رؤيتها، وهي في كل مكان في أرضنا ومياهنا. لكن إذا أصابت جسم الأسماك فهنا أصبحت الأسماك مريضة، ويمكننا أن نجعل أسماكنا صحية مرة أخرى عن طريق استخدام المضادات الحيوية. لكن إذا استخدمت بصورة مفرطة فلم يعد بإمكانها قتل البكتيريا، لأن هذه البكتيريا مخلوقات يمكنها أن تتعلم كيفية مقاومة المضادات الحيوية، وهذا يعني أن المضادات الحيوية لم تعد قادرة على قتل البكتيريا. وهذا يعني أننا ندفع ثمن الأدوية دون تحسن للأسماك. مما يؤثر على النمو الاقتصادي للمزرعة؟ فعلى المزارع ممارسة الإدارة الجيدة للأحواض للحفاظ على صحة الأسماك، وفي حال ظهور أي أعراض لا تستخدم المضادات الحيوية، ولكن يمكنك استشارة المختصين بالمعمل المركزي لعلاج وتشخيص أمراض الأسماك والتحدث عن المشكلة، وسيتم التشخيص وكذلك تقديم أفضل طرق للعلاج. وإذا كنت بحاجة إلى المضادات الحيوية فدائماً استخدمها بحرص، وقم بخلطها على طعام الأسماك، ولا تلقي أبداً بها مباشرة على مياه الحوض. ومن الأشياء المهمة عدم الخلط بين أنواع المضادات الحيوية المختلفة. نعمل معاً للحفاظ على صحة الأسماك وجعل مزرعتك السمكية صحية وآمنة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي. وقد تم تجهيز المعمل المركزي لعلاج وتشخيص أمراض الأسماك وقياس جودة المياه والأسماك بأشتوم الجميل ببورسعيد بأحدث التجهيزات لتشخيص الأمراض البكتيرية وتحديد أفضل مضادات حيوية لعلاجها في أسرع وقت. مع خالص تمنياتنا لحضراتكم بدوام التوفيق.